السلام عليكم، كيفكم يا حلوين؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله بدنا نكمل الوحدة السادسة، يونت 6 بيريود 5. رح نتكلم عن الادجكتيفز، الصفات. في عنا نوعين من الصفات، شورت ادجكتيف ولونج ادجكتيف. شورت يعني صفات قصيرة، تكون من مقطع واحد، يعني كلمة هيك صغيرة، ولما نلفظها بيكون لفظها صغير. For example tall, small, big، هدول صفات قصيرة. في عنا long adjectives، صفات طويلة، تكون كلمة كبيرة لما أنا ألفظها لفظها بيكون بتكون من أكتر من مقطع. For example beautiful, wonderful، ها beautiful wonderful، أكثر من مقطع، هذه اللي هي long adjectives. بدنا نتكلم عن المقارنة بهاي الصفات. عند المقارنة بين شيئين باستخدام الصفة القصيرة بنضيف لإلها ER ثم كلمة than. For example يعني لما بدي أقارن بين شيئين أو شخصين وبصفة قصيرة بدي أضيف ER وthan. For example أحمد is taller than Ali، هان المقارنة بين أحمد وعلي، بدي أقارن بين أحمد وعلي، بالصفة اللي بدي أقارن فيها هي تول، وتول صفة شورت يعني صفة قصيرة، فلما أجي أقارن بأضيف لإلها ER وبعدين than، فمعناها أحمد أطول من علي. أوكي، another example، هدى is cleverer than Sarah، هدى أذكى من سارة. هان عنا الصفة القصيرة clever والمقارنة بين هدى وسارة، فبأضيف ER وthan، معناها هدى أذكى من سارة. Now let's move to the activity. Read the circle the correct words. Now عنا بين عمر، رانيا، إيمي، بدنا نقارن بين الأربعة هدول. Number one، إيمي is shorter or taller than رانيا. Now look at Amy and Rania. Describe Amy shorter or taller، يعني هي أقصر ولا أطول من Rania. As we see in the picture Amy is shorter than Rania. 2. Omar is heavier or lighter than Ben. Omar and Ben. Omar is heavier يعني أسمن أثقل. Okay. 3. Amy has longer or shorter hair than Rania. Now شعر Amy بالنسبة لرانيا longer or shorter؟ Shorter. Okay. 4. Rania is younger or older than Amy. رانيا أصغر ولا أكبر من إيمي؟ older. 5. إيمي is heavier or lighter than Ben. إيمي أثقل ولا أخف من Ben؟ lighter، هي أصغر منه وأخف منه. 6. إيمي is older or younger than رانيا. إيمي and رانيا، Amy older or younger than Rania؟ younger، إنه Amy أصغر من Rania. زي ما احنا شايفين هنا السؤال هذا كله مقارنة بين شخصين، ضفنا للصفة ER وthan. Okay next، think and write complete sentences. هنا بدنا نكتب عنا احنا. For example number one، I am، ومعطيني الكلمة heavy than، يعني أنا بدي أكون مثلا أثقل من for example my brother. I am حتصير heavier than my brother. هنا بنلاحظ إنه كلمة heavy تنتهي بواي، لما أضيف لها ER تقلب الواي إلى I بتصير heavier than my brother. أوكي ممكن أنت تحكي I am heavier than my sister. I am heavier than Amy for example. Okay 2. He is light، إيش حتصير light؟ lighter than مثلا عمر، يعني هنا الإجابات راح تختلف،
لكن الأهم إنه الكلمات اللي بين أقواس أضيف لها ER وأشوف إذا بده يتغير فيها إشي، زي heavy هتصير heavier تقلب إلى و إلى I. ونمبر 3 she is thin بدها تصير thinner than for example نور. هنا حنلاحظ إنه كلمة thin ضعفنا ال N بعدين ضفنا ال ER. 4 we are younger than students for example. 5 they are cleverer than others. زي ما حكيت إنه ممكن الإجابات تختلف، اللي هي my brother عمر نور students others ممكن تختلف، لكن heavier و lighter و thinner و younger و cleverer حتضلها زي ما هي لأنه هي الصفات الموجودة بين أقواس. okay next think and write true sentences about you. بدنا نختار صفات وجمل عنك صحيحة ونستخدم الصفات هاي بالمربع المستطيل. tall طويل، short قصير، strong قوي، small صغير، heavy ثقيل، light خفيف، thin نحيف. about me عني أنا ممكن أختار الصفة اللي بتناسبني، ف for example I am tall. ما بحط ER ولا than لأنه أنا بحكي عن حالي ما بقارنش. number one هنا ما في مقارنة، I am tall just، لكن اللي قبالها about me and my friend هنا عني وعن صديقي، هان في مقارنة بيني أنا وبين صديقي، فهتصير I am أنا tall مع صديقي حكون taller than my friend. الأولى معناها I am tall أنا طويل، لكن هنا I am taller than my friend أنا أطول من صديقي، هنا في مقارنة بيني وبين صديقي فضفت ER وبعدين than. 2 I am for example نختار صفة تانية strong أنا قوي، مقارنة مع صديقي حتصير I am stronger than my friend حطت لها ER. 3 I am for example ناخذ صفة thin أنا نحيف، I am thinner than my friend أنا أنحف من صديقي. فلما أحكي أنا عن حالي كصفة بستخدم الصفة بدون أي إضافة، لكن لما يكون في عندي مقارنة هان بأضيف الـ ER والذان. أوكي read the listen and circle the correct words. number one the London eye is a big wheel it is bigger or taller than the wheel of a car. now look at this picture at the first picture London eye and the wheel of car. the London eye is a big wheel يعني عجلة كبيرة زي ما احنا شايفين بالصورة، هي عجلة كبيرة مقارنة مع عجلة السيارة bigger or taller أكبر ولا أطول، هتكون طبعا bigger أكبر. 2 the gate of Damascus is a heavy door بوابة دمشق بوابة ثقيلة it is heavier or lighter than the door of my home بالنسبة لباب بيتنا لباب البيت. بوابة دمشق كبيرة وثقيلة وباب بيتنا يعني مقارنة فيه حيكون طبعا heavier أثقل، بابنا أخف، باب البيت بيكون أخف من هاي البوابة الكبيرة. 3 the Olympic stadium is smaller or bigger than a football stadium. look at the picture هان في عن Olympic stadium و football stadium. الأولمبيك ستاديوم هو الاستاديوم الكبير، الملعب الكبير المدرج اللي بصير فيه ألعاب الأولمبية العالمية. أما الفوتبول ستاديوم زي الملعب اللي عندنا بيكون ملعب كرة القدم، فمقارنة بينهم حيكون الأولمبيك ستاديوم is bigger than a football stadium أكبر منه. 4 the dead sea is wide البحر الميت واسع It is thinner or wider than a river. مقارنة مع الريفر مع النهر إيش حنلاحظ؟ حنلاحظ إنه the dead sea is wider than a river يعني أوسع منه.
5. Ben is fast. Ben سريع. Umar is faster or slower than Ben. Umar is first. هانا بالأول حكالي إنه عمر إنه بن سريع. بعدين بسأل بحكي إنه عمر أسرع ولا أبطأ من بن، وبحكي إنه عمر هو الأول first. So مين اللي حيكون faster؟ عمر، لأنه هو اللي فاز. So عمر is faster than بن، لأنه هو اللي فاز. As we see in the picture، زي ما إحنا شايفين بالصورة. Okay next. Now, period 7. Read, then write sentences about the pictures. There are 4 pictures, A, B, C, D. بدنا نقارن بين هدول الصور. طبعا هذا السؤال الإجابات حتكون فيه مختلفة، تختلف مني لإلك لإلك، يعني كل واحد ممكن يعني يحط إجابات مختلفة، لكن أهم إشي تكون صحيحة والصفات تكون مناسبة. For example, A is smaller than B. Now A و B. الصورة A، picture A smaller، أصغر من الصورة B. أوكي، طيب شو كمان ممكن نحكي عن الصورة A؟ الصورة A is slower than B و C و D، يعني أبطأ من B وأبطأ من C وأبطأ من D. ليش؟ زي ما احنا شايفين إنه الصورة A مكتوب عندها تحت 50 minutes، 50 دقيقة بدها لتوصل سرعتها 50 دقيقة. أما B 40 minutes و C 10 minutes و D 15 minutes، كلهم أسرع منها، فA حتكون هي أبطأ من B، ممكن أحكي أبطأ من C وممكن أبطأ من D، واحدة من الثلاثة. 2. بالنسبة لB، B is bigger than A، أكبر من A. B is lighter than D، أخف من D. C is faster than B. C is bigger than A. D is bigger than C. D is faster than A. حلوا السؤال طبعا باختيار صفات مناسبة، وبنضيف للصفات ER عشان احنا بنقارن بين قاربين. اوكي next. Write correct questions. Remember, use a capital letter at the start of the sentence. استخدم الحرف الكبير capital letter في بداية الجملة. Use a full stop at the end of a sentence. نستخدم نحط نقطة في نهاية الجملة. And a question mark، علامة استفهام، at the end of a questions. Of a questions، في نهاية الأسئلة بحط علامة استفهام. هنا المطلوب من السؤال إنه أنا أرتب السؤال بطريقة صحيحة. Number one. What are doing؟ Question mark. Amy and Rania. لترتيب السؤال أول حاجة بحط الـ WH question اللي هي عنا what. بعد الـ WH question بحط الـ helping verb is أو are. بعدين بحط السبجكت الفاعل، بعدين بحط الفعل بالاي ان جي او باقي الجمله. So number 1 حتكون what are Amy and Rania doing question mark. 2. What are Ben and Umar talking about. Okay. Now answer number 3. Good. At basketball, the what Howard why is. So we start with WH question اللي هي why. بعدين is اللي هي being where. بعدين the subject the what Howard. بعدين good at basketball يعني باقي الجملة. 4. Is the what Howard how heavy. أدت السؤال هنا how heavy يعني قديش حجمه قديش وزنه بهذا المعنى. How heavy is Dwight Howard؟ Okay. Next. Listen and complete the sentences. Check your spelling. Number 1.
The yellow building is than the brown building. هان عنا two buildings, yellow and brown. بالنسبة لليلو بيلدينج الأصفر مقارنة مع البراون إيش صفته أو الصفة المناسبة لإله؟ higher, higher than the brown building. So the brown building is lower than the yellow building. higher, lower. Okay. Two. عندنا gray cat and white cat. The gray cat is fatter than the white cat. إنه القطة الرمادية أسمن من القطة البيضة. The white cat حتكون إيش؟ is thinner than the gray cat. Three. Now eraser and pencil. The eraser is heavier than the pencil. The pencil is lighter than the eraser. يعني هدول الصفات اللي مناسبة بالنسبة للصور. ممكن تختاري صفات تانية صح، لكن أهم إشي نحط ER وتكون الصفة مناسبة. 4. The man is stronger than the boy. The boy is younger than the man. Okay. 5. The sea is wider than the river. The river is taller or longer than the swimming pool. When wider or longer. 6. Girl A is cleverer than girl B. She can throw the ball higher. وهيك بنكون خلصنا حلقتنا لليوم. لو في عندكم أي سؤال بإمكانكم تحطوا استفساراتكم وتعليقاتكم وملاحظاتكم أسفل الفيديو. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا لايك سبسكرايب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Thank you for watching. Goodbye.